ياكل بزن الله سمكة 15 كيلو. ها صب شاي اخوي صب صب. وهاي شاي تبعنا. الله حيهم. كمان خلص الخيط. بتطعمه بمحمود الدرة؟ لا. كثير طيبة صارت ها. ايش سيام يا محمود؟ ليش يا حجر ما تحتو شلون لا انت يدخل عمي ابو محمود. برايي هون بالوحل تيدخل عمو ابو محمود. هون في وحل محل واحد جنبه. تمام. واحد تتكبه على اليسار وواحد تتكبه سابي. خليه مايل شوي لو ما يضر. هيني عدتك كلاليفك عمي ابو محمود. كناني تعال دي يلا طيلا انت اكبر لك نعم يا ابو محمود. عمي ابو محمود الشباب يقولوا دائما عمو ابو محمود يشتغل وانت ما عم تساعده ياو. لا اخوي لا ما عم يشوفوني ورا الكاميرا عم بساعدك شي ولا لا؟ بالعكس لحنا كلياتنا اخوي يا انا يا هو مثل بعض يساعدني مو انه ما يساعدني هو عم يصور مشان هيك. اصدقائي هاي من شهاده من تم عمي محمود. اصدقائي مع بعض نحن كل شيء عم نتعاون اصدقائي بس وقت التصوير انت تشوف عمي محمود يشتغل هلا تفكر انه انا بس لحالي عم بشتغل. ايه لا اخوي لا بالعكس. اصدقائي هاي معدات الحرب جديده هاي طريقه جديده. ايش الطريقه عمي محمود؟ هاي قلنا احسن ما هالصابونه مثلا تدوب هاي ما راح تدوب تنجربها. هاي طريقة مبتكرة اصدقائي براءة الاختراع على اسمي واسم عمي ابو محمود طبعا ها. قلنا اليوم نجربها طبعا انا حطيتوها بالتومة اللي عندي عمو محمود ما حطها بالتومة اصدقائي تبعه ما فيها ريحة تومة. مو مشكلة رح نجرب هالصابونة اللي عندنا اصدقائي طبعا عم تدوب بسرعة ما عجبتنا بصراحة. الكسبة الاصلية ما كان في بالسوق مقطوعة صار لفترة فقلنا نجرب هالطريقة هاي. خلوكن معنا هلا تنشارك النتيجة ان شاء الله. تفضل عمي ابو محمود. تعال كان بكفي. يلا طلع زبط انت اكب لك هنا. اصدقائي اليوم محل القعدة مش زيادة مو كتير طيب هيك شوفوا مثل ما انتم شايفين صايرة مايلة كتير منطقة جبلية هيك مايلة كتير بس قبل هالمرة جينا صدنا لهون صدنا صازان كميات منيحة صدنا. يعني المي مثل ما انتم شايفين اصدقائي هلا وصلنا قبل شوي ما خيمنا طبعا اليوم طلعنا راح نضل الى الساعة 10 بالليل هون وننطلق نرجع البيت. حكينا كتير هلا تنكب الكلاليب رح نشاركن النتيجة في حال سحبنا شي على الطعم الجديد ان شاء الله. سعد لي صباحك عمي ابو محمود. على عيني والله. عمي ابو محمود ايش رايك بمكاننا اليوم عمي ابو محمود؟ اي والله مكاننا طيبة بس محل القعدة تبعنا مو طيبة. يلا نحن ان شاء الله المرة الماضية سحبنا كمية اسماك كويسة من هون اصدقائي فقلنا نجي المحل اللي تعرفه احسن من المحل اللي بدك تتعرف عليه. اليوم عم نستعمل طريقة جديدة اصدقائي بالطعم مثل ما انكم شايفين انا وعمي ابو محمود. هاي طريقة مبتكرة من قبلي وقبل عمي ابو محمود براءة الاختراع مسجلة على اسمنا اصدقائي. اصدقائي الكسبة طبعا نحن عم نستعمل هالسيستم هذا على صيد الصازان. الكسبة اللي اشتريناها الجودة تبعها كانت رديئة جدا اصدقائي فالكسبة الاصلية صار لها فترة مقطوعة بالسوق فانا وعمي ابو محمود خطرت على بالنا هالفكرة. حطيناها بالتومة اصدقائي من البارحة طبعا وحطيتها مي بقطراميس سكرت الغطاء عليها من البارحة تقريبا مشان تاخذ ريحة التومة. هلا رح نجرب ان شاء الله. حاطين بالابر خرز طبعا وذرة صناعية في بعض الكلاليب اصدقائي. رح نبلش هلا ان شاء الله متفائلين خير بهالطريقة. رح نشوف رح نشارك النتيجة ان شاء الله نسحب اسماك كويسة علينا ان شاء الله. هاي هلا زتت اول كلاب هدول طبعا اصدقائي كلاليب عمي ابو محمود راح نزتهم هلا نبلش تطلع لفوق؟ لا من هون هذا وراي فاضي معلش كبه شويه هيك على اليمين مشان الثاني تمام بسم الله. هاي العيون عمي ابو محمود ياكل 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 صور العين راح ابو محمود لا راح كويس ها شو هي شو
اصدقائي راح كم متر راح برايك عمي ابو محمود؟ والله راح شيء مو اقل من 30 متر، هاي كديك كديك يا عمار. حط على هاي حط بس على. لا حط على هاي بس خلي الخيط اشيل الفضاوي بينه. هاي كبينا اول كلاب، هلا نظبط كاسه شايزه ونقعد نفطر هون اصدقائي. هاي وصلتنا يا عين شي على العالم. هاي فيها كسبه شوي خلي تخلص. هاي من المرة الماضية ظلت هيك فيها صابونة راح نكبها اصدقائي. رجع شوي لورا عمي ابو محمود. يا الله هاي العيون عمي ابو محمود. يا كل بسم الله يا رزاق يا رب. هاي راحت على اليسار شوي والله. خلص الكلاب. لا يا عمر ايش سيد عمر اين جبتها؟ صورني يا عمي محمود اصدقائي خلص الكلاب ولا كانت يروحها بعدها؟ ايش سيد اين جبتها انت حتى؟ خلص انا تزبطت عندي يا عمي محمود. هاي كمان هوني خلي يروح الفضاوي فيه. تعال ورا شوي عمي محمود. هاي زدة الكسبة شوي خطرة اصدقائي، عم ببرمه هيك بشكل افقي. انت وقت تكب هيك انت خليك شيك شيك. هو طلع لابس اربع كنزات انا عمي. شلح هلا تشلح اصدقائي. طبعا جينا الصبح مع لما شق الفجر طلعنا من البيت، الجو كان كتير بارد على الموتور اصدقائي، لابس خمس كنزات انا فما عم بستحكم بالحركة. عمي محمود رجع شوي تاني لورا قربان. بسم الله يا رب بزنا خودي فالا فناقر فيا. اصدقائي هذا كمان خلص الكلاب كالعليب عمي محمود كانه مطور. يكفي بس بعد من هيك راحوا شغل 30 متر راح كل كلاب. هذا الكلاب الرابع والاخير تبع الكسبه. ارجع شوي لورا عمي محمود بس لا يخبط فيك قربان. بسم الله والله هذا شوي راح اليسار مو مشكلة. تعرف ايش بدنا نعمل؟ تحياتي لكم اصدقائي، في حال سحبنا شيء راح نشارك النتيجة. روح عمي ابو محمود هاي لعيوني. يا كول محل قعدتنا اليوم شوي مو طيبة ما عمي ابو محمود؟ لا والله يا احسن ليك اشتري واحد. لا يكفي كويس راح عمي ابو محمود. واحد بعد ما يكب الكلاليب ايش يسوي؟ يلو كاسة شاي. كاسة شاي ويلف له سيجارة شغل ايد تتن. سيجارة اللف بلا البسخة تصير طيبة يا عمي ابو محمود؟ مش باري تتحط اللف. مشان ايش هالتفلي عمي ابو محمود؟ عشان تمسك السيجارة. مو؟ طلعوا اصدقائي في اطيب من قاعدة عمي ابو محمود اصدقائي. شوفوا عم بيحرس الكلاليب حراسة. اشون لا ينقر تيجروا اين ماله مهرب السمك منه. نقر. نقر شوي. مو يكمل يا اخي مو يكمل. ايه ولا عدود عم يجي سمك نام عم ابو محمود كل ربع ساعة بدك تغيره. حدود اصدقائي تعم عمي ابو محمود هون على يساري قاعد وانا زي هونيك على يمين وانا اصدقائي. شوفوا محلنا اليوم للقاعدة شوي مو طيب بعرف بس المحل هذا مجرب اصدقائي. انا هون قاعد انا على يمين عمي ابو محمود قاعد انا نعم بستخدم سيستمين اصدقائي. السيستم الاول هذا شوفوا اصدقائي هذا تقدروا تحطوا عليه 7-8 كلاليب تقريبا. انا حطيت بس 3 كلاليب حطيته عليه اصدقائي عرفتن علي.
هاي ثلاثة. هاي المعدات هون اصدقائي، معداتي ما كبيتوا كثير كلاليب اليوم، 8 بس كبيت، وضل هدول خليتهم برا المي. السيستم الثاني عندي هذا هو اصدقائي بالشكل هاد. هذا نهر دجلة اصدقائي بين حسن كيف ومدينة باطمان. نحن اليوم جينا مع طلوع الضو، جينا اليوم ما خيمنا هون طبعا، لانه المرة الماضية جينا هون بالليل ما عم بيضرب ابدا اصدقائي، النقر كله بنهار عم بيصير. القعدة كتير حلوة والله. عم تحرس الكلاب عمي محمود، ايش تسوي له؟ ايش تسوي يا اخي؟ مو ينقر، مو يكمل، مو يكمل. اخوي كنت حطيت دود سمك صغير عم ينقر. ها هدول كل ربع ساعة تجددن عمي محمود؟ اي بقى ايش نعمل؟ تضل هيك الى المساء. ايش نعمل؟ يا والله اخوي السمك تكيف فيك بقى الله، اجيت تفطرن خيو وتنروح على البيت. تسوين اخطبوط وقت تحطن بالبري عمو محمود؟ شوف شوف عينيك. تحط خمس دودات يا والله نيال السمك فيك عمي ابو محمود، عم تغذيهن. نقر قوي، قلت بلكي سمكة كبيرة وقف. والله أصدقائي ما عم بيكمل مثل ما انكم شايفين، هذا نقر سمك صغير وعلى الأغلب عدود فيه هذا، لأنه باشرة. ايه كويس راح. هالسمك من ايش ميت وهل هون على الخراغ عمو محمود برأيك؟ والله نقول من السمك. سمكة كبومو؟ لسه في عالم يزعلوا منا لما منقل لنا على مكانات الصيد عمو ابو محمود. خلي يزعلوا 60 جهنم عليهم. كلامون ناموا مون ان شاء الله. ايش خولتك؟ غيرت محلك عمي ابو محمود. مون نروح نفطر عمي ابو محمود؟ ده يا الله اصدقائي تنفرجيك المنظر، منظر بشع شوي والله. شوفوا اصدقائي، شوفوا كمية الاسماك طلع على طول القراغ كله هيك. شوفوا شوفوا مو حرام هالكمية كليات، هدول بعد 10 سنين تيسيروا ملايين، كان ملايين الاسماك طلعوا اصدقائي طلعوا. الله اعلم كهرباء ديناميت سموي. واحد من الشباب قال الطيور عم تاكل عيون السمك وعم تكبن، ليش الطيور تاكل هالكميه هاي كلياتها هيك؟ ترى اصدقائي هون اقدر امشيك لكم كيلو متر كمان كله هالحاله يعني. شوف ترى اصدقائي يا حرام، نحن نجي انا وعمو محمود نصيد 3 سمكات 4 سمكات سمكتين، وياما نرجع عيد فاضي يزي العالم يقولوا ما خليت سمك بالمي. شوفوا اصدقائي هدول عم بيجوا يصيدوا بالشبك ولا اللي عم بيجوا يصيدوا بالسم ولا بالديناميت، عم بيطالعوا اطنان السمك بيوم وليله. شوف والمنظر هيك الى ما تروحوا الى هنيك اصدقائي، ما شفت نهايتهم يعني، ايش قد ما تروحوا هيك مليان السمك.
اشوف القياد اليوم عمو محمود ايش هي القصه؟ والله خيو جينا نقر ما في عشت من السله سوينا لنا كاسه شاي وهاي شاي تبعنا شلون الشاي طيبه صارت عمي محمود؟ اكرك عجم والله هذاك ايش على النار له في شيء اصفر يلمع من بعيد وهاي زي ذره اسمع ذره ولا شوينا؟ نحن عندنا بلغتنا كلها شوينا عالم كلها ذره في عالم كلها عرانيس لانه كلاليبنا مو في الميني شخو دائما مو في الميني دائما يروحوا لورا بالمقلوب ايش صار فينا عالم صابتنا في العين ايش صار فينا لسه ما نلحق نجي احسبوا حسابنا ها احسبوا حسابنا في السمك انت ناخذ لنا عمو محمود خلي لحني نسحب لنا سمك وبعدين نحسب حسابكن تناخذ انت ننظف لنا ولا بلا تنظيفه بلا تنظيف زي وتنتبلوا ونقلي النويزه ونعطيه نوي خلي يستنى على اي عيد عمو محمود مو هي عيد ليجي اللي بعد على الموسم على الموسم ان شاء الله زرعنا حجر قداح حيل ما يطلع يا بس قعدتنا حلوه يا عمي محمود يا قعدتنا حلوه يكون في نقر زي حلوه تتسير على احلى لسه مو كله في نقر سوينتنا كثير طيبه صارت عمي محمود ايش تقول؟ ايه شي على العالم هيك ما اطيب من المسلوقه عمي محمود؟ علي بس يا ابو عالم انقتلوا حالا هما ايش وايش ايش وايش ينعل عرض الايش ايش العمر يخلص والايش مو يخلص ايش ايش معنات ايش عمي محمود؟ شغل ايه عم تحكي تركي عمي محمود ايش يا عالم باوروبا بقى يحسدوك عمي محمود ايش القصه يا اخي ايش نعمل؟ خلي يطلعون يا الكميشن اي والله يا اخي زلمه كيف شي انت يا عمي محمود كل يوم بتشولات انت ولك يموت تموت امبلي والله خلي تبقى ذكرى تبقى لنا الذكرى لو ظل محل حوالي باطمان بهالشولات ما رحنا له انا وانت عمي محمود طلعنا عمي محمود احكي لنا يوم كان نروح على الجبال لو طرف الجامعه هوني كان نمشي الله لا يفرجها لحدا كم كيلو متر كان نمشي باليوم عمي ابو محمود؟ كان نمشي مشي حمير زي ما كان حشانه يا عمي ابو محمود يا لا والله لا حمير ما كان يمشي ومشي اللي نمشي ايه بس ايام طيبه كانت ها ايه ما مشي كان نمشي كم كيلو متر كان نمشي باليوم عمي ابو محمود؟ مو اقل من 15 20 كيلو متر ومعنا هذاك الحمل ها مو ايدين فاضيين اي والله معنا هذيك الحمل مو ايدين فاضيين وفي هذيك الحار ومشي جبال هالجبال مو شينا اخرى من الجبال ايش هالجبل اصدقائي والله اصدقائي بلا مبالغه والله العظيم عن جد عم بيحكي عمي ابو محمود بس صار ذكرى لو تضلنا ذكرى ها عمي ابو محمود بلي والله تضل ذكرى اصدقائي الدرة جاهزة حولوا اصدقائي اوخ طلعوا اخوي طلعوا عمي ابو محمود ولا العالم باوروبا بقى تحسدك يا عمي ابو محمود يا اخي ايش نعمل؟ الله يسعدنا امين الله يسعدنا ويسعدنا ويسعد جميع امة محمد هاي ايش علبة البوزة كنت سويتها هواية يا عمي ابو محمود ايش نسوي؟ فهد شغل عسكرية دبر راس حالك امبلي والله حياك عمي ابو محمود هلا والله هلا احلى عمي ابو محمود ايش رايك بطلعت الصيد اليوم عمي ابو محمود؟ اي والله طلعت نقر بلكي ان شاء الله يصير نقر ما صار نقر صب شاي يا اخوي صب صب لما مو يصير نقر ايش نسوي عمي ابو محمود؟ يتنسلى في الشوي يتنسلى في الشاي نتونس بهالشاي اصدقائي هاي شوينا لنا ذره انا وعمي ابو محمود اصدقائي صابونا عين يا ابو عمي ابو محمود ايش بقى تنصيد ما تقول لي تنصب رصاص على راسنا اخوي انا اليوم شفته ثلاث رصاصات بربك اي والله اخي شرو فروات عقد قصن وحطن بربك اي والله بتطعم ابو محمود الدره لا
كثير طيبة صارت ها؟ اليوم ما صدناش يا عمي بمحمود ياو. ايش نعمل؟ بلكي الله وي. يا الله. أي شاب محمود هذا اللي راح كل شيء. خلص الخيط أصدقائي. حتى ثبتها. لكن بالجنة أنت تتظبط هاي علينا. معلش. ارجع لورا هيك طالعني كامل. كامل كامل. حتى هوني. هاي لهون طلع. الله حيهو. تمام خلص الخيط. تمام. كانك خسرنا شوي يا عمي محمود. خيطك قصدي انقطع. مورة. أنا وحظي. والله يا يا شباب عمي ابو محمود اليوم كثير معصبه بقى الله صيد ما في وهي صار شاف 3 رصاصات بالارض راح يروح له 7 رصاصات بالمي وانقطع جانك طيب تتزبطوا عايش نسوي اخرف قبر ابو لنا منن ما في مقراية هات انا تزبطه عمو محمود ها مو نفس دوك تانيين تشدوه اعطيني تساوي لك مي محمود كل شيء الا تعصب ياه والله العظيم هلا تروح على السوق تشتري لك 10 كيلوات سمك ونروح على البيت بس لا تعصب ياه لك ليش بشان سمك الحما واحد يتسلى اصدقائي عمي محمود اليوم معصب بقى الله هاي اين رصاص هاي صار الاولى هي اول وحده اول وحده يلا عقبال الباقيين عمي محمود عقبال الثانيين ان شاء الله يلا لو ما تتونس عمو محمود ما ينقطع رصاصات زي كويس فيلو الواحد يتونس ايش تقول بلي ياكل باذن الله سمكه 15 كيلو ها احسن لك كبي اشتك يا وراح 90 متر راح ياو والله يا والله شي بعد يا عمي ابو محمود اليوم لو راح وهاي راح خلصت الخيط يا ما خليت خيط على البكره يا هالتعب مو ينقل شي بعج والله يا ودي الحمد لله سمك الصدناني كفوا له ايه كفوا ها عمي محمود كفوا زيادة ما صاروا وجبتين بلي ايني سمك احنا هيك خبيته هنا حول المي يهربون جوات المي ناكو يسبحون روح روح على حال ده والله وصل لنونب والله يا والله اصدقائي عمي محمود اليوم ما على بعضه مسكين ما خلى نوع طعم ما جرب وما عم بيضرب سمك معه اليوم اصدقائي انا طلعت ومعداتي بيني وبينك الاجواء ما عجبتني اليوم قلت ما راح اكمل صيد اليوم اتونس كان وقعنا لأن تونس مع عمي ابو محمود ما اطيب من الصيد بربكن اصدقائي والله عمي ابو محمود سمك الكبير ياخذ الطعم ويمشي مو يقعد يلعب ساعتين بالطعم مو يسأل هذا ضرب سمك صغير وناعم عينك على اول واحد طلع 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 اول واحد تيسحب ها Thank you.
يا ابو محمود كم كيلو وزنه؟ 7 إلا ربع. صاحبته صاحبته اثقل يبين ياو. ايه كون يشوف 7 إلا ربع. عيار الرصاص قصده اصدقائي مو وزن السمكة. هيك تنضل اليوم عمي ابو محمود؟ ايه بعشرين سبي. هذا الكلاب شلون سيتو على ايدك عمي ابو محمود؟ بالمبرد. بالمبرد. وهل بسامير الفيوة شلون شكشكته؟ ضربته وحطيته. مو؟ ايش قد يطول معك الكلاب عمي ابو محمود؟ شي ساعة ساعتين. والله عمك، ايش رايك نتاجر فين عمي ابو محمود؟ ايوه. ايش النقر عمي ابو محمود؟ مو كم يسوي مو كم يسوي طلع. انا اقول سمكه ما فيها نص شبر عمي ابو محمود، كنت تونس تلعب معنا بالله.